عدنان حسين. عدنان اليوم فريق الاهلي اداء ونتيجه متصدر دوري الخليج العربي. انت خلى على الهواء ماشي. الحمد لله على فوزها وما قصر الشباب اليوم يبنى 3 نقاط وما قصر لعيبه بنياس صراحه اليوم. شفنا بنياس ثاني ترى مش بنياس القبلي، بنياس قام يلعب ومستانس على فريقي الثاني طبعا. الحمد لله والشكر، لازم نركز اكثر واكثر. اليوم افضل مباراه يؤديها فريق الاهلي فنيا من حيث الاداء؟ شوف من حيث الاداء نفس ما تقول في جمل تكتيكيه لعبنا شوي، لان بنياس لعب لعب مفتوح، بنياس ما يلعب لعب للخلف نفس ما تقول، نفس مع احترام للشعب واللي لعبنا وياهم كلهم يلعبون خلف. فاليوم بس انا اقول لك يا ياسين نتطور شوي شوي ونفكر في 3 نقاط اهم شيء. مبروك عدنان. الله يبارك يوسف.